وينضم إلينا من الحدود السورية التركية شيرزاد هاوري الناشط السياسي في المجلس الوطني الكردي. أهلا وسهلا بك سيد شيرزاد. ما هي المخاوف التي يتوجس منها المجلس الوطني الكردي تجاه العملية العسكرية التركية في عفرين ومنبج؟ مساءكم بخير أختي العزيزة. أهلا بك. بداية أحييكم قناة ولمراسليكم ومشاهديكم الأعزاء تحية أينما كانوا. شكرا لك. أختي العزيزة، أسفا في ظل انعدام روح التعايش السلمي الأخوي بالمنطقة عموما وحالة سوريا وعفرين نموذجا، إننا الكرد عموما والمجلس الوطني الكردي أيضا ليس محبذا لدينا لغة التهديدات المتصاعدة من قبل دولة جارة شريكة بالتاريخ تجمعنا أوافر القربة والتاريخ. حبذا لو التجأت لأسلوب الحوار اللائق بها وبنا عموما شعوب المنطقة. نعم، أهالي عفرين قلقون تجاه التهديدات وحالة القصف المتقطع. المجلس أدان واستنكر بشدة القصف كونه يشمل أكثر من حالة من بينهم المدنيين العزل، كون عفرين احتضنت العشرات بل المئات من أهالي نازحي حلب وعموم سوريا. وبنفس الوقت بذات الوقت المجلس أدان ممارسات سلطة أمر الواقع فايدة وطالب أكثر من جهة بالضغط عليهم للعودة بلغة العقل والمنطق، ودعاهم للتخلي عن سلوكياتهم ونهجهم المعادي لتطلعات شعبنا بإشارة منهم بأنهم أضروا إلى وحدة الصف الكردي، والكف عن لغة شعارات وصور أوجلان التي تجعل ذريعة لدى الجانب التركي. نعم سيد شيرزاد، على أي أساس بنى المجلس الوطني الكردي مخاوفه، خاصة وأن تركيا أكدت أن عملياتها ستستهدف حزب بيدي وليست ضد الأكراد عموما؟ أختي العزيزة، المجلس الوطني الكردي حالة نضالية سلمية، سلمية الطابع، لديها هواجس طبيعة الحال، هواجسها كهواجس الشعب هناك وبقية السوريين الأحرار، وشعب عفرين لديها الخوف من تدهور الوضع الأمني وانتشار الفوضى أكثر وتدهور حالة المدنيين السلميين. عموما كون هكذا عملية كاجتياح مثلا سوف تشمل حالة الأبرياء من المدنيين وباقي فئات المجتمع. كون أرض الواقع تنعدم الجهات والمنظمات العاملة بتأمين أمان واستقرار المدنيين، وتخوفات المجلس تجمع بين كذا أكثر من حالة، حالة مدنية وحالة قومية، كون الصف الكردي غير واحد. نعم. وللأسف يعني عفرين ضحية التفاهمات الدولية بين روسيا وتركيا وأمريكا والإقليمية، وضحية سلوك وممارسات سلطة أمر الواقع التي تجعل من الجانب التركي ذريعة للتخوف على مصالحها وأمنها القومي. الناشط السياسي في المجلس الوطني الكردي شيرزاد هاوري، أشكرك جزيل الشكر.